شاركوا فيها المهنيين وأيضا تشبيه سمير. تمت الموافقة على هذه سمير أظن الكيفية اللي ستتم بها توسيع هذا المهنة. جهة أخرى كاين أيضا فوكامارين وين سننطلق اليوم في إنجاز المرفق الخاص بروسو في هذه المنطقة. تمت الدراسة على أكثر من عام وكان فيه الكثير من أيضا الدراسات السوسيوديموغرافية أو الاقتصادية في هذا المجال. وأيضا نظن فيه البرنامج الخماسي لهذه الولاية هو في تطور مستمر. هذا هو الأهم لنا، هو أن نجسد في الميدان العمليات المبرمجة. معالي الوزير من فضلك نعبروا له ديما السمك، على بالك في ايامات اللي فاتوا يعني كان الغلاء ديالو، دوكا راهو الحق حتى 200 دينار 200 دينار، علاش هكرجوا؟ نظن كما كنا في كل مرة، رانا اليوم موجودين في ظرف وين سمك بيولوجيا موجود، هو ظرف طبيعي نتاعو، في نفس الوقت الاستهلاك ربما ينخفض شوية في رمضان لأن الناس تروح إلى بروتينات أخرى. نظن فيه توازن جيد وهذا يخلي أن الأسعار تصبح متناول الجميع، وهذا هي نظن احنا حابين ان هذه المرحله تستمر لاقصى حد ممكن اقتصاديا وبيئيا. معالي الوزير خلال حوارنا مع الصيادين قال لك يعني كثره المنتوج خلاهم يعاودوا يرجعوا للحرب، يعني هذا ما تعرفوش حل يعني لقطاعكم؟ نظن تدريجيا نقدروا نعاودوا نبعثوا بعض الصناعات اللي اليوم تقدر تحول. شفنا اليوم في تيبازا مثال تاع صناعه تشارك في مداخلات الخاصه بالصيد البحري، كان صناعات ايضا تحويليه اللي تقدر ايضا تلعب هذا الدور باه تضبط الامور عندما الانتاج يكون مرتفع يروح الانتاج. في الماضي كانت هذه الصناعه موجوده هنا في هذه المنطقه وكانت تلعب هذا الدور. اليوم بالبرنامج الجديد حث لتطوير اعاده تطوير هذه الصناعات وايضا الربط مع المنظومه الانتاجيه. النظافه الموانئ انا نشوف يعني هنا يعني نشوف يعني روائح كريهه وحتى يعني الشتاء هو الميناء راهو يعني لازم تروح للموانئ لان هنا ربما قمنا بتنظيف ما شاء الله تنظيف راه ما شاء الله ربما ماهوش نظن موقع في وسط مدينة ولكن هو موقع اللي الناس تعمل فيه وحنا العمل اليوم مستمر بان نحسنوا ايضا النظافة نحسنوا ايضا التنظيم في هذه الموانئ. نظن العمل اللي لازم نقوموا به مع كل متدخلين. معالي الوزير نتحدث فيما يخص الاشخاص الشباب اللي تحصلوا على قروض مصغرة وتحصلوا على قوارب صيد، يقول لك انه الدولة ما دعمتناش نقصوا القوارب لكن ما تحصلوش على الشباك وامور اخرى، الامر اللي خلاهم انه الان البنك راه يطالب بالمبالغ باه يرجعها واصلا ما بداش يخدم. لا نظن في هذه العمليات دخلنا بدقة في كل المشاريع الخاصة بالشباب. كان فيه مسح شامل في الأسابيع اللي فاتت ولاية بولاية وعيطنا لكل هذا الشباب اللي كان عندهم مشاريع. وهنا تقدروا تشوفوا هنا في تيبازا الناس على بالها لأن كانت من الولايات اللي تعاني من هذا المشكل. فيه عدة أصناف. الصنف الأول هو الصنف الناجح. شباب قاموا بالعمليات نتاعهم اليوم رامي يصيدوا ورامي يسدوا في القروض نتاعهم ما كان حتى اشكاليه. كاين حكايه تاعها ثاني يحتاج اننا نعاونوه باه يوصل الى نظن مستوى اقتصادي يخليه انه يخرج من خطر عدم التسديد. وكاين بعض الشباب اللي كان عندهم مشاكل خاصه مع اللي يبني لهم السفينه ولا لموقع رسول هذوك رانا نتبعوهم واحد بواحد. وكاين البعض منهم ما جاوش خلاص وفي بعض الاحيان يقعدوا يتكلموا خارج الاطار اللي بنيناه مع الغرف تاع الصيد البحري وتربيه المائيات بمشاركه لانساج على المستوى المركزي والمحلي وبمشاركة أيضا البنوك وخاصة البنك بادر على المستوى المركزي والمحلي. أنا الطالب تاعي هو عندما الناس تحط إشكالية لازم تجي للحوار وفي نفس الوقت تجيبها نلقاو الحلول. ما كاش حل هكذا شامل، كاين حل
حل وكبركه. نقول ان الوزاره يعني عندها اتصال مع البنك ربما لمساعده. حنا الوزاره رانا نسعاو باه نسهلوا لكل المتدخلين. حنا الدور تاعنا ماهوش ما عنديش دور كبنكي ولا ك واحد دار قرض ولا نعطي له قرض، ولكن الدور تاعنا كوزاره هو نلم كل المتدخلين باه نجعلوا هذ الاستثمارات اللي داروهم الشباب يصبحوا فعليا في الميدان ويشغلوا ايضا بحاره واحد اخرين ويسمحوا للعائلات انهم يكون عندهم مستوى دخل معتبر. معالي الوزير بالنسبه للمصنع كواليس شفنا في شرشال اخر سؤال، هل راح يكون فيه دعم لهذا المصنع خاصه انه الوحيد على المستوى الوطني؟ كاين مصانع من هذا القبيل، كاين هذا صغير انها تشارك في تصنيع ايضا النشاطات المرتبطه مع الصيد البحري وايضا في تربيه الماليات. أن نخلق شبكة للصناعة والمداخلات وطنية ونشجع الإنتاج الوطني، هذا هو اللي يخلي أن عندما نخلق قيمة مضافة تتوسع هذه القيمة على المستوى الوطني ونستغل كل الفرص الموجودة الصناعية والخدمات. العمليات اللي يقوموا بها في تنفيذ برنامج الخماسي 2015-2019 الخاصة بالمحاور الأساسية، فيها محور أساسي هو الموانئ وإعادة تأهيل هذه الموانئ وتحسين الخدمات فيهم، فيه مرافق جديدة خاصة بالصيد التقليدي، سنزور فوكامارين ويكون فيه مشروع جديد منطلق فيه في مرفق للصيد التقليدي، أيضا الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات، صناعات موجودة ولكن أيضا ربما قدرات لتطوير هذه الصناعات في المستقبل، وأيضا المرافق الخاصة بالبحث العلمي لأنه هو هام في مرافقة هذا البرنامج في الخمس سنوات الجاية. معالي الوزير ماذا تقول للمستهلك حول يعني أسعار السردين اللي راهي في ارتفاع؟ الأسعار ما راهيش في ارتفاع، كانت في ارتفاع اليوم نظرنا في الأسابيع هذو اللي فاتت، البارح في بنصاف كانت السردين ب 7000. خليتها حتى في الجرايد، نظن رانا في مرحلة جيدة للصيد لأن هي المرحلة تزامن مع وجود وفرة المنتوج، إن شاء الله أنا هذه الوفرة تكون طويلة ودائمة حتى إن شاء الله حتى شهر نوفمبر، لأن كي نبداو موسم تاع الصيد هو يروح حتى لشهر في آخر أكتوبر وبداية نوفمبر.